طبعا النجم بتاعنا محمد صلاح، اي ستايل يطلعه لازم احنا نمشي عليه على طول. ده طبعا ده مشرفنا بره في الكره العالميه، ولازم اي ستايل يعمله احنا على طول لازم نعمل. والشباب طبعا المصريه بيتباهوا بيه، والسبقه اللي هو عاملها ستايل هادي وجميل ولما الشباب يعملوها هي ما فيهاش شغل كتير، هو تحديدها ولون الشعر بقى بيفتحوا بس سنه صغيره، وشغلها بسيط قوي، هو محدد فيها كده تحديد جميل وبسيط، وكده تمشي مع الشباب كلها. جديد برضو لون الشعر، لون الدقن بتاع محمد صلاح، كابتن محمد صلاح برضو بقى لون الشعر قريب قوي قوي قوي، الشباب كلها تعمل لون الشعر مع لون الدقن. تفاصيل حلقة محمد صلاح وصبغة الدقن والتدريجة كلها حاجات يعني كلاسيك وبسيطة، وحاجات يعني شغل راقي، مش شغل بقى شباب صغيرين او شغل فرافير او كده، حاجة كويسة. والصبغة دلوقتي كل الناس تقريبا بتطلب نفس اللون بتاع الصبغة اللي هي الدرجة البني الغامق اللي هي الخفيفة الهادية دي، وكذا حد بيجيلي بعمله برضه نفس الموضوع. تدريجة بسيطة وخفيفة من تحت تقريبا رقم 3، وتدريجة كده في 2 في 1.5 في 1، حاجة كويسة. ومحمد صلاح يعني نجم محبوب، الناس كلها بتحبه، وكل ما يعني أي حاجة جديدة أي موضوع جديد بتلاقي الناس كلها عايزين نعمل زي قصة محمد صلاح لما حلق شعره من فترة. التدريجة الجديدة أول لما عمل دقنه كده وصبغها اللون اللي هو البني الخفيف ده، كل الناس برضو جات حابة انها تعمل نفس الشغل بتاع محمد صلاح. والله محمد صلاح عدم مشاركته خسارة كبيرة للمنتخب الشباب، وخسارة كبيرة ان احنا مش هنشوفه، وكان نفسنا نشوفه جنب ميسي ونيمار او على رأسهم حتى يعني.